يوماً تلو الآخر ينكشف المستور حول خفايا التدخل التركي في ليبيا، ليتأكد للمجتمع الدولي أن الرئيس التركي أردوغان يخطط لاحتلال جديد كأجداده العثمانيين، ليكون بداية لاحتلال دول أخرى بالمنطقة وعلى رأسها الجزائر. تغريدة للإخواني الجزائري الهارب إلى تركيا المدعو رضا بوذراع الحسيني تفضح حقيقة الدور التركي في ليبيا، وأن الجزائر ودول المنطقة ستكون المرحلة القادمة في مخطط النظام التركي التوسعي. وزعم الإخوانجي الهارب أن معارك ليبيا هي الخطوط الأولى لتحرير الجزائر، ومن ورائها كامل شعوب المنطقة. تغريدة خبيثة تؤكد أن التواجد العسكري في ليبيا يتعدى حدودها، وأن أطماع أردوغان تصل إلى جميع دول المنطقة. من هو الإرهابي بوذراع؟ رضا بوذراع الحسيني هارب ومقيم في مدينة إسطنبول، وتقدمه وسائل الإعلام الإخوانية على أنه محلل سياسي وخبير استراتيجي. وخلال الأزمة السياسية التي مرت بها الجزائر العام الماضي، برز خلالها اسم الحسيني كمرتزق داخل النظام التركي وإحدى أذرعه لاستهداف الجزائر. تدخل أردوغان في الجزائر وصل إلى استنساخ السيناريو السوري عبر تشكيل ميليشيات إرهابية من المرتزقة بقيادة الإخواني الحسيني من إسطنبول، واستعدادها للتدخل وركوب موجة الحراك الشعبي، إلا أن الأجهزة الأمنية الجزائرية كانت بالمرصاد ضد مشروع الفوضى التركي في البلاد.